تلعب على طول داخل منطقة الجزاء وضربة الراس هوبا لسه فيها كلام يا ولد يا إكرامي. يا سلام يا باسم، يا سلام يا باسم، باسم مرسي. شوف المتابعة، شوف المتابعة، قناص قناص قناص، هداف هداف هداف. باسم مرسي بيرفع رصيده من الأهداف إلى الرقم 6، إلى الرقم 6. سوء ارتباك، ارتباك وسوء تفاهم بين لاعبي النادي الأهلي نتج عنه هدف لباسم مرسي مبكر جدا، هدف بدري جدا جدا لنادي الانتاج الحربي بيرفع رصيده. ادي اللعبة، ادي العرضية، شوف هنا ضربة الراس، شوف الاثنين اصطدموا ببعض وضربة الراس اصطدمت في باسم مرسي والتسديدة في النهاية هدف اول لنادي الانتاج الحربي في الدقيقة 7 من زمن الشوط الاول. اذا الهدف ده هيحل اللقاء جدا جدا جدا. شديد قناوي عنده مشكلة، ايه بقى المشكلة؟ ظهرت في الكاميرا دي ان شديد فيها مشاركات قوية ترتقي للفاول. ادي العرضية وضربة الراس، يا سلام يا سلام يا سلام، هو ده الكلام، هو ده الكلام، وهو ده العريس، هو ده عمرو جمال عريس اللقاء النهاردة. يا سلام يا سلام، هو ده الكلام، هدف أول للنادي الأهلي، هدف تعادل للنادي الأهلي، هدف رائع للنادي الأهلي، هدف رابع لعمرو جمال. شوف العرضية من أحمد فتحي وشوف الرأسية وموجه وباصص وشايف. هذه اللعبة وهذه الإعادة، هذه المتعة والإفادة. عمرو جمال بيسجل هدف التعادل للنادي الأهلي في الدقيقة 26 من زمن الشوط. محمد ناجي جدو، أدي الضغط من النادي الأهلي، موسى هيدان يا سلام على التوقع، يقطع موسى هيدان، لو عمل هات وخد يعمل خطورة، يعمل خطورة هات وخد، موسى هيدان هوب عالمي 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 عالمي، الله 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 الله، الشباك ترقص وتميل فرحا بالهدف الجميل، هدف رائع رائع. موسى هيدان خلاص اخذ الختم، عمل شهادة الميلاد، عمل بطاقة التعارف مع الجماهير المصرية. الله على ده هدف، الله على ده هدف، شوف شوف شوف، الله الله الله، مش ممكن مش ممكن، لم يتخيلها عصام محمود، لم يتوقعها عصام محمود، لم يخطر بباله ان هي تيجي بالشكل ده. لكن ايه ده، ايه الجمال ده، ايه الهات وخد ده، ايه الروعه دي، مش ممكن. هقول بقى الهجمه المنظمه، انطلاقه من ناحيه الشمال للنادي الاهلي، حلوه، شريف اقراء، شديد قناوي، وعرضيه هوبا، العرضية على 100 والتسديدة 100 100، والهدف يفرح الأهلاوية. يا سلام يا سلام، هو ده الكلام، هدف ثالث للنادي الأهلي. السيد حمدي هز الشباك يا سيد، افرح وكمان وعيد. هذه العرضية، شوف موسى هيدان فايق ورايق، فايق ورايق، عرضياته قوية، عرضياته قوية. عمرو جمال كان طمعان في ركل الجزاء، جاله أكتر من ركل الجزاء، جاله هدف للسيد حمدي، هدف ثالث للنادي الأهلي، هدف لطمئنان، هدف راحة البال، هدف في الدقيقة 33 من زمن الشوط الثاني.